وانا بسمع كتير يعني، يعني مره وانا قاعد كده بسمع في بجيب، بحب اسمع جدا ويسجلوا لي الحاجه واكتب واقعد اقرا عشان اشوف الناس بتقول ايه. حد يقول لي المعاشات زودوها شويه. دكتور محي خدت ال 400 مليار هدفعهم انا 40 تريليون. هدفعهم كام؟ 40 تريليون جنيه لغايه 52 لاجراء اتعمل ساعتها، ان المبلغ ده ناخده دون اعتبار، وانا ما بقولش الدراسه غلط ولا صح ابدا، لا والله، ان الموضوع ان ده هناخد المبلغ ده ونعمل بيه بنيه اساسيه للدوله ثم نبقى ندي المعاشات للناس. طب يا جماعه المعاشات دي اتعملت على دراسات اكتواريه واشتراكات بتتاخد بشكل معين، حصلت زياده كبيره جدا في ده كله. ولما جت القضيه بقت كل شويه الله يرحمه، ها البدر فرغان كل ما يتكلم يقول يا اللي خدته فلوس الحكومه فلوس الغلابه. طيب جه الدكتور مصطفى، هنحل المساله دي يا دكتور؟ يا دكتور ما قيت نحل المساله دي؟ ما نقول المبلغ ده كله احنا يا فندم، مش كده يا دكتور معيد؟ كام بقى؟ يعني ال 400 اللي اتاخدوا، حد قال لو قعدوا زي ما هم في البنوك، زي ما هم في البنوك من المده بتاعت ما اتاخدوا لغايه ما خدنا القرار، وقلنا عوايدهم قد ايه؟ وقلنا المبلغ ده كام؟ خدوه يا بتوع المعاشات. تفتكروا الرقم اللي كانت الدولة هتحطه بالطريقة ديت يكفي يا دكتور محمد للرقم اللي احنا بنديه دلوقتي؟ اتفضل. يعني الرقم اللي بنديه دلوقتي، يعني لو خدنا السنة المالية الحالية هندي 196.6 مليار، والسنة القادمة قول رقم يتحفظ يا أخي، ما تقول 200 200 مليار، قول 200 مليار 200 يتحفظ 200 مليار. و يعني احنا عاملين حسابنا انه في خلال 7 سنين بدأت من دي السنة الرابعة، يعني فاضل 3 سنين هنكون دخلنا على 1.7 تريليون في خلال هذه المدة، والدراسة معمولة على مدة 50 سنة تنقل الخزانة العامة للدولة خلال ال50 سنة اللي بدأت من ما طلعنا قانون 2019 هيكون 45 تريليون. طبعا المبلغ اللي اتاخد اللي هو من خلال تحويل الفوائد بتاعت نظام المعاشات على مدار فترة طويلة لبنك الاستثمار القومي، الصراحة كانت بتستخدم طبعا في يعني الخزانة العامة للدولة بتمول بيها الخطط الاستثمارية بتاعتها، وبالتالي ما خلقتش فوائد أو عوائد لأموال التأمينات والمعاشات، إلى أن أصبحت المشكلة كبيرة جدا في قدرة النظام، أو لن تكون هناك قدرة للنظام على انه يسدد المعاشات وفقا لاحكام القانون. فالحل اللي اتعمل ده اللي احنا بداناه ب 160 مليار 170 180 190 و200 ده اللي هو يقدر يضمن قدره هذا النظام على سداد المعاشات. طبعا المشاكل كانت تراكمت فتره طويله اثرت على معاشات الناس، وده كانت الشكوى اللي هو الفرق ما بين اللي هو كان بيقبضه وقيمه المعاش. اعتقد الحلول اللي عملناها دي داخله في الحل، لكن اللي دخل وحل المشكلة هي الخزانة العامة للدولة وليس النظام نفسه، لأن النظام نفسه ما كانش قادر أن يحل المشكلة لأنها تراكمت من سنة 1975 لغاية ما حلناها في 2019. برضو تاني بقول الكلمة، تفضل دكتور محمد. أنا بقول الكلمة ديت ليه؟ لأن لما اتحلت المسألة ما سمعتش حد يتكلم، لا حد بيتكلم تاني يقول لك ما تزودهم بقى، واللي بيتكلم ده بيقول لك ما تزودهم بقى، ده راجل اقتصادي وكان مسؤول في البلد. انت بتتكلم بفهم، بعلم، بمسؤولية، بأمانة ولا ايه؟ انا بتكلم على الهوى، ايه اللي انت بتقوله ده؟ شوف، لو انا مش عارف شغلي ما اعرفش اقف الوقفة دي، ولا يا خالد لو مش عارف انا بعمل ايه مش هقدر اقف الوقفه دي خالص، وكل واحد يقول اللي هو عايزه واقعد انا ايه اسمع منه قال بتعلم يعني. لا 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 والله، كل موضوع من اللي انتم بتتكلموا فيه في اي قطاع من قطاعات الدوله خد جهد من اول ما بدانا لغايه دلوقتي
ولغايه لما امشي من هنا. وجهد مش تنظير، فكره، حل المساله.